اوكي طيب، في هو في دايتس كتيره جدا، في دايتس كلاسيكيه وفي دايتس بتبقى تريندنج يعني بتبقى موضه، وفي دلوقتي في حاليا في كذا دايت تريندنج. هي الفكره انه انا مؤمنه اكتر بالطبيعه الانفراديه، ودايما بنصح الناس ان هم كل حد يكتشف طبيعته الانفراديه، يعني مفيش اكل واحد هنتفق عليه كلنا ان هو هيبقى مفيد لينا كلنا حتى لو كان هو فيه الفايده كلها، لا ألبان ولا عيش ولا بيض ولا سمك ولا مكسرات ولا أي حاجة هتناسبنا كلنا. كل جسم ليه طبيعة وكل جسم بينتراكت مع الأكل بشكل مختلف، والشطارة إن إحنا نتعلم اللغة أو الإشارات اللي جسمنا بيديها لنا، لأن زي ما بنبقى مهتمين باستمرار إن إحنا يعني نتعلم مهارات مثلا في الكمبيوتر، أما نجيب موبايل جديد نعرف كل الأوبشنز بتاعته، نتعلم لغات، نتعلم اللي بيحب الطبخ يتعلم الطبخ، واللي بيحب التصوير بيتعلم التصوير، اللي بتحب الخياطة بتتعلم الخياطة. هو أهم من كل ده إن إحنا نتعلم اللغة اللي جسمنا بيكلمنا بيها عشان نفك شفرة الإشارات اللي بيديها لنا علشان نبقى عايشين مرتاحين جواه، أوكي، ونعلي جودة حياتنا. أما إحنا نفهم اللغة هنقدر نعلي جودة حياتنا. أما عن الدايتس فمفيش دايت هيناسبنا كلنا زي ما اتفقنا. في دايتس بتبقى الدكتور بينصح بيها علشان حالة صحية معينة، فلو الدايت ده مثلا أنا صاحبتي الدكتور مثلا اداها الكيتوجينيك دايت عشان هي عندها حالة صحية معينة، فمش من المنطقي ان انا ما روحتش لنفس الدكتور ما اعرفش اذا كانت عندي تحدي صحي ولا لا انفذ نفس الدايت، لان ممكن اللي ينفعها واللي الدكتور شايف ان هو مناسب بالنسبه لها ما يكونش مناسب بالنسبه لي. وخصوصا مع الناس كتيره قوي بقت بتعمل الكيتو دايت ده مؤخرا، ارجوكم يا جماعه محتاجين تعملوا تحاليل قبل ما تعملوا الكيتو، لان لازم تتطمنوا على الكبد بتاعكم شغال كويس ولا لا، او قادر ان هو يتعامل مع كل الدهون دي ولا لا، لانه ممكن ده يبقى دايت خطير وضار جدا لو الكبد مش مستعد لاستقبال كل هذه الدهون. والفيصل يعني ناس كتيرة دلوقتي كمان بتبقى خصوصا في الشباب مثلا بيقرروا ان هم يبقوا فيجن او يبقوا فيجيتيريان، يبطلوا خالص ياكلوا لحوم وياكلوا البان وياكلوا بيض وياكلوا حاجات كتيرة قوي، وامهات كتير بتبعت لي تقول لي انا بنتي قررت تبقى فيجن وانا قلقانة عليها طب اعمل ايه؟ فدايما بتبقى نصيحتي انه انت خليها تعمل تحاليل قبل ما تبدا الدايت اللي هي قررت ان هي تعمله، وبعد 3 شهور تعمل نفس التحاليل دي تاني وتضاهي التحاليل ببعض وتشوفي لو حصل دروب في اي حاجه، حصل لخبطه في التحاليل دي يبقى محتاجه تتوجهي للدكتور اللي هو هي اكتر واحده حد هيكون يعني قادر ان هو ينصحك علشان يظبط لها الدايت بتاعها بحيث ان الدايت بتاعها يبقى مناسب ليها ويبقى مش حارم جسمها من حاجه معينه، لان الدايتس المتشدده قوي بتحرم جسمنا من غذاء احنا محتاجينه.